أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله راح ندير كيكة عيد ميلاد، دونك جو في فيغ لا أن غاتو دانيفرسير. Donc là, je vous laisse avec la recette. Donc j'ai 200 g de beurre mou, donc 200 g de zabda tarya. رايحة نضربها، تقدروا تضربوها من بالمضرب اليدوي، دونك اون بو فير ميم افيك ان فوي ا مان. فوالا دونك سوفي جوست دو باتر ان تي بو لو بور، يفو كي سوا مو، دونك الزبدة لازم تكون طرية. هنا راح نضيف السكر، دونك جو في راجوتي لو سكر اون دو فوا. السكر راح نضيف نص ومن بعد نزيد نكمل نص. هنا السكر درت 180 180 grammes de sucre. Je vais vous laisser tous les ingrédients en barre d'infos. Donc, je vais vous mettre le maqadir dans le sandouq de wasf qui est l'ada. Là, donc, nous avons d'aiment le sucre. Je ne vais pas faire deux fois. Donc, le sucre, on met petit à petit ou en deux fois. نكملوا نستمروا في الخلط. دونك لا جي 6 اوف، دونك 6 حبات بيض. هنا عندي ملعقه قهوه عطر الفانيلا، دونك اون بتيت كويير ا كافي دو ليكستري دو فاني. دونك لا جي في ميلونجي ان بو لي ميزو. دونك هنا نضرب شويه البيض ديالي ونقعد. هنا ضفت قرصه ملح، دونك اون بانسي دو سيل. C'est bien de rajouter toujours des pincées de sel à vos gâteaux. Là, je rajoute petit à petit aussi les œufs. Donc, le bête catalique, on va faire une quantité. Et on continue toujours à mélanger. On va faire un peu de l'aïman. هنا بعد ما كملت البيض تاعي، دونك ندير الفرينه او الطحين. لا جي راجوت لا فارين، دونك سي 400 غرام دو فارين، 400 غرام فرينه او 400 غرام طحين ابيض، عفوا. عندي كذلك كيس خميره كيميائيه، جي ان ساشي دو لوفور شيميك. دونك جو في لا تاميزي سور لا فارين. هنا نغرب لها الفرينه، كنت غربلتها دائما. تغربلوا الفرينه تاعكم، فو توجور تاميزي لا فارين لا ليفور، فان تو سكي فو لو تاميزي. دونك هنا نكمل نستمر في اضافه الفرينه. دونك جو كونتينيا ميتر لا فارين. لا جي فيني لا Là, je rajoute du lait. J'ai 25 centilitres de lait. Donc, 25 centilitres, c'est 250 grammes. 25 centilitres de halib, c'est 250 grammes. بعد ما كملت الخلط العجين، دونك جي فيني دو ميلونجي لا بات، جي لي ديفيزي اون 3، هنا قسمتها على 3. سي ان غاتو اركونسيان، نورمالمون اون 6 كولور، ما جي با توت لي كولور كيفو. هنايا هذا كيك كيما نقولوا له قوس قزح، وانا ما عنديش كاع الالوان، اذا قسمته على 3 فقط. معليش هنا عندي الالوان، هنا كما راكم تشوفوا هذه الوان طبيعيه بيو، دونك سي دي كولور بيو. دونك لو روج سي لو بيتراف، لو فير سي لي زيبينا، اي لو جون سي دو كركما. هادو الوان طبيعيه، احمر هو الشمندر، والاخضر هو السبانخ، والاصفر الكركم. هذه هي. دونك نخلط الالوان. دونك هنا قسمته على 3، وحده درتها بالاخضر، وحده درتها بالريحه بين الاحمر والوردي، وهذا خليتها طبيعيه. دونك جي في دو كولور فير اي روز وروج اي لوتر ماتيج لي سي ناتوريل. لا جو في بريباري مون سيرو. هنا سيرو جي مي سيرو راح نشرب به الكيكه تاعي، 250 مليلتر ماء وملعقه كبيره معمره سكر، 200 مليلتر 250 مليلتر دو اي اون بيان اون بون كويير ا سوب دو سكر. جو لاس جوست فوندر لو سكر، هنايا نخلي فقط يذوب هذاك السكر، ما لازمش يعقد، ونخليه يبرد. جو لاس يدي. لا جو بريباري ما كريم، سي كريم كريم شانتي ماسكاربون، كريمة الشانتي بالماسكاربون. هنا عندي 500 غرام كريمه، دونك 500 غرام دو كريم ايباس و كريم ليكيد.
ليسونسيال ا 30% دو ماتيغ غاس تكون عندها 30% من الدسم. هنا عندي 250 غرام ماسكاربون جبنة الماسكاربون و 100 غرام سكر غلاس دونك 250 غرام دو ماسكاربون و 100 غرام دو سكر غلاس. لا جو بات ما كريم افيك لو فرماج ماسكاربون نضرب الكريمة مع جبنة الماسكاربون فيتاس موين ابخي جو اوغمونت لا فيتاس. دونك في الاول نضربها بسرعه يعني منخفضه ومن بعد كي تبدا تطلع نزيد نطلع يعني السرعه نزيد في السرعه حتى كي تتماسك الكريمه من بعد يعني تطلع الكريمه تاعنا تشد روحها من بعد نضيف لها السكر. دونك اون فوا كو لا كريم الي بيان مونتي جو راجوت لي 100 غرام دو سكر غلاس et je vais fouetter juste quelques secondes من بعد نخلطها بضعة ثواني فقط باش ما تهبطش الكريمه تاعنا pour que la crème reste bien épaisse. Là j'ai divisé mon gâteau, هنا قسمت الكيكه على 6 donc 6 disques. Là je vais les imbiber avec mon sirop. هنا رايحه نشمخ يعني كما نقولوا احنا الكيكه تاعي هذوما ومن بعد راح نطليب الكريمه بين كل قطعه. دونك جو امبيب مون شاك ديسك دو سيرو ابري جو ميت لا كريم انسي دو سويت ا شاك فوا جو في لا ميم اوبيراسيون دونك نفس العمليه نشمخوا كل قطعه من الكيكه ونديروا لها الكريمه حتى نكملوها نعمروها لداخل. صدقوني هاد الكيكه جات بنينه. هادي كيكه عيد ميلاد بنتي هي اللي اختارت هاد النوع من الكيك دونك سي ما فيك هي شوازي سون غاتو فوالا اون لا في انصومبل. هنا حضرناها مع بعض سي بيان دو فير بارتيسيبي بو زونفون ا بريباري لور غاتو دانيفيرسير سان لور في بليزير. يعني الاطفال يحبوا كي يشاركوا انهم يحضروا كيكه عيد ميلادهم كي يديروها في البيت يعني يستمتعوا ويكونوا فرحانين كي حتى هما يشاركوا في تحضيرها كونتي بارتيسيبو سي فو زونفون ا بريباري leur gâteau d'anniversaire, ça le fait vraiment, ça leur fait un grand plaisir. Moi, je l'ai laissé la fin la décorer toute seule. On a fait le dernier, je l'ai laissé زينت الكيكة تاعها وحدها. كنا حضرنا دي مورينغ, on avait préparé des meringues. Et voilà, elle a décoré toute seule, je l'ai laissé le décorer toute seule. Et il était très très beau, franchement elle a bien fait. Zeynato wahdaha w kharj ra'a. Rah ndir lkom video ala les meringues li hadarnahom. Donc je vais vous mettre la prochaine fois inchallah la vidéo des meringues qu'on avait préparé ensemble. Hna kemmeltou hatitou f thalaja ychd rouhou, je l'ai laissé dans le réfrigérateur pour que la crème se tient. Après voilà, c'est ma fille qui l'a décoré. Hna binti hiya li zeynato bel meringue. Les meringues qu'on avait préparées avec un peu de vermicelle. نتمنى انه هاد الكيك يكون ان شاء الله عجبكم. صدقوني على كل حال حنا عجبنا, كان خفيف وبنين ماشي حلو بزاف. سيتي ان غاتو تري ليجي تري تري بون, لا كريم اللي تي بون با ترو سوكري. اون سي بيان ريغالي فوالا, استمتعنا به. هذه هي, نتمنى انه هاد الكيك يكون عجبكم. راكو تشوفوا هنا كي يعني نقسم فيه جا خفيف بنين. نختم الفرصه نشكر كامل اللي متبعوا في نقول لهم يعطيكم الصحه على لي كومونتير لاكو ديروا لي على لي بوس بلو. نتمنى انه اللي ماشي مشترك تشترك ان شاء الله في القناه. جو ريميرسي توس, جو ديرا تري بيانتو ان شاء الله. الى الملتقى ان شاء الله, والسلام عليكم.